يا مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ هعمل معاكم طريقه حلوه هتعجبكم ان شاء الله. عندي هنا فرخه، هعمل دجاج مشوي بالعسل والليمون. عندي فرخه غسلتها كويس، نقعتها في الدقيق والملح وغسلتها كويس بالليمون والبهارات. هحتاج هنا زنجبيل بودر، معلقه زنجبيل، وعندي هنا شوية كمون، ده زيت زيتون، عندي بابريكا والشطة، عندي ليمونة معصورة، فلفل أسود، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة كبيرة بابريكا. التاني آخر حاجة دي بهارات الفراخ. اعملوا بهارات فراخ ولا بهارات عربية، اي حاجة عندكم، لو ما فيش خلاص استغنوا عنه، ما فيش مشاكل. المهم اهم حاجة الزنجبيل والليمون والبابريكا والفلفل الاسود، شوية كمون والملح. طبعا هحط هنا عسل، نزل العسل كده تقريبا 2 ولا 3 معالق عسل. احط هنا البهارات الفراخ اللي عندي، عندي معلقة بجيبها من عند العطار، لو مش متوفرة عندك وخلاص مش مشكلة، يعني ما بتغيرش حاجة قوي. يعني عندي هنا ليمونة معصورة، بابريكا وشطة، الشطة ده اختياري. عندي شوية كمون، احط شوية كمون، وهنا كزبرة ناشفة. عندي انا كزبرة ناشفة مخلوطة مع الثوم بودر، بحط شوية بس، يعني رشة كده خفيفة، وبعدين زنجبيل. زنجبيل بيدي طعم رهيب في الفراخ. بحط الزيت زيتون، وبعدين بخلط كل العناصر اللي معايا اللي هي البهارات وزيت زيتون والعسل. وتكون خفيفة كده شوية. وبعدين فراخ انا في اللي عاملاها شايلالها جلدها وفي اللي عاملاها بجلدها. اوكي، احط الملح في الاخر. ده عظم الليمون، وابلش اخلط كده واحاول ادخل ما بين الجلدة واللحم التتبيلة. هنقع كل الفرخة اللي عندي وبعدين احطها في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين لغاية ما تشرب التتبيلة بتاعتها. Thank you.
بعد ما طلعتها يا بنات من الثلاجة لمدة ساعة، شربت التتبيلة بتاعتها، حطيتها في المقلاية الهوائية، وبعدين عملتها على درجة الحرارة 180 مدة 25 منت، وبعدين ان شاء الله هتكون جاهزة معانا. وبعد ما عدت 25 منت حبيبي، ده كان الشكل النهائي. بعد ما قربت تستوي حطيت عليها البطاطس، حمرتها معاها، عملت عليه شوية بابريكا وملح وزيت زيتون، ده كان الشكل النهائي. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت والاشتراك اللي مش مشترك في قناتي واول مرة يشوف فيديوهاتي. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واكلة جديدة، واشوفكم على خير ان شاء الله.